السلام عليكم الخوت، لاباس عليكم؟ كلشي بخير، اموركم هانيه. اول حاجه كنشكركم بزاف على الميساج ديالكم وعلى التعاليق ديالكم الزوينه وعلى البارتاج ديالكم، وهادشي هو اللي كيخلينا نزيدو لقدام ان شاء الله. شكرا للجميع، شكرا لكل من ساهم، شكرا لكل ساكنه جامعه خليشات، شكرا لكاع الناس ديال جامعه خليشات مره اخرى والنواحي ديالها، وكاع الناس اللي ساهموا معنا الله يجازيهم بالخير. حاله الخوت كنقول لكم خليشات راه ديما كنتكلم كنقول لكم هاد البلاد راه ديال الجو، راه ديال الكره، هذا راه غير فيليج صغير او كيف ما كنقولوا يعني غير فيليج. وشوش برك الله الخيرات ديال سيدي ربي، مازال مستمرين غدا ان شاء الله، مازال كنجمعوا في التبرعات غدا ان شاء الله. اللي بغى يتواصل بينا مرحبا، احنا في الحي الجديد قرب محطه ديال الطاكسيات الكبار اللي كيمشيو سيدي قاسم مكناس، اللي بغى يجي وخليه يشوف غير بعيني هاد الخيرات. الحمد لله، شكرا لكم، الله يجعلها في الميزان هاد الحسنات ديال الجميع وكاع الناس اللي كيتعاونوا معنا، الله يجازيهم بالخير كيف ما كتشوفوا الخيرات ديال سيدي ربي. الحمد لله، حنا دابا هاد السلعه ان شاء الله غنصيفطوها للناس مصدر ديال الزنزال شي شوا ان شاء الله، او اقليم تلودانت او الحاوز، المهم ان شاء الله السلعه غادي توصل تما ان شاء الله. وتحياتي لكم الخوت، والله يجازيكم الخير مره اخرى، تحياتي لكم وشكرا بزاف. شكر موصل حتى للجاليه المغربيه المقيمه خارج الارض.